إذن مشاهدنا الكرام، كما ذكرت بأنه جزء مهم آخر سنخصصه في حلقة الليلة للتظاهرة المهمة التي عاشت على إيقاعها مدينة بوجدور، مدينة التحدي والمتمثلة في كأس المسيرة الخضراء للبريك دانس. الزميرة فاطمة الزهراء الفحصي طبعا خصصت حيز مهم خلال حلقة الليلة من برنامج الفضاء الرياضي لهذه التظاهرة، طبعا سنتابعها الآن. أترككم مع هذه اللحظات الجميلة بتصوير المحجوب كزيزة ومحمد شرع. وطنية عالية وعلى نغمات النشيد الوطني افتتحت الأمسية النهائية لكأس المسيرة الخضراء للبريك دانس في دورته الرابعة بمدينة بوجدور الأسبوع الماضي، والذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية. هذه الدورة تعتبر حدثا استثنائيا بامتياز، وذلك من خلال بعدها المغاربي، حيث اختير لها كشعار جميعا من أجل شباب مغاربي موحد، حيث عرفت مشاركة أبطال من موريتانيا، الجزائر، تونس وليبيا. هنا كرو زيريوان، كرو جينا من الجزائر، جينا في خمسة، جينا باش نشاركوا في هذه المشاركة في كأس المسيرة الخضراء. الحمد لله صبنا ترحب كبير مع خاوتنا المغاربة، يعني كشغل قضية الأورغانيزاسيون هنا في المغرب الحمد لله غير تطور وزيد تطور الحمد لله، وصافي بليزير كي رانا نجو من البلدان الأخرى نجو نشاركوا لهنايا. كما نقولوا احنا ما كاش عدوانيه وما كاش بيناتنا حتى عبسه، جينا رحبوا بينا وحطونا فوق ريسانهم ترحيب كلش الحمد لله، يعني ما صبناش روحنا خارج الوطن. من تونس جيت شاركت في التظاهره هذيا، انا من جروب ابر اند جراوند كرو من تونس. كنت حبيت لي جينا معناها جروب كامل معناها مع اصحابي كل مي على غالب معناها يا با لي مويان دي غامني توس alors je suis venu tout seul c'est déjà ça يعني c'est mieux que rien pour représenter bon je suis content de moi aujourd'hui puisque j'ai bien dansé l'événement il est sur l'échelle du Maghreb c'est exceptionnel ce que vous arrivez à faire يعني في المغرب ما فماش في اي بلاد اخرى في المغرب معناها autant de compétition و autant de intérêt للبريك. جيت من ليبيا باش نشارك في المشارك ديال المسيره الكبرى، وهذا التنظيم جا زوين و بتنظيم يعني بمستوى عالي، وهذه اول مشاركه لنا في المغرب ولعبنا يعني ماشي مستوى، ولكن الحمد لله ان شاء الله المره المقبله الدوره المقبله نقدموا احسن ما عندنا ان شاء الله. أنا من ليبيا، اسمي نور الله العريف مبيا. إحنا جانا من ليبيا نشاركوا في البطولة المغاربية ويعني في البريك دانس، وهذه أول مشاركة خارج الجماهيرية، وقدمنا عرض طيب الحمد لله، وإن شاء الله في المرة الجاية نقدموا أفضل ما عندنا. جينا موريتان اسمعنا في تظاهر ونتيا، جينا فرو مترشحين فيه اسمعنا نتظاهر للسلام والخير والظفر. الحمد لله وصلنا بالخير الحمد لله، الشعب المغربي ما عنده مشكلة ما قلناش الحمد لله، وبريك دانس بتاعكم ما شاء الله زين الحمد لله في بوينغ ما شاء الله جينا وايد شاركنا في كأس المسيرة الخضراء ما ربحنا المهم شاركنا الحمد لله حضورنا حضور موريتانيا في كأس المسيرة الخضراء.
بالإضافة إلى الحضور المغربي، كانت هناك مشاركة من مختلف المدن المغربية والتي قدر عددهم بحوالي 250 مشاركا قدموا من 52 مدينة من أجل المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير. أنا جيت من مدينة أحفير طلبوجدور باش نشارك في كأس المسيرة الدورة الرابعة، هذه أول مشاركة لي، مشاركة مليحة. أنا جيت من مدينة شارك في التظاهرات وناس مزيانة، داز في أجواء رائعة جدا صراحة، نتوما كما كتشوفوا أجواء داز مزيانة. أنا مشارك من مدينة طاطا، جيت نشارك مع جروب إينوف كرو، هذه ثاني مشاركة ديالنا في كأس المسيرة الخضراء اللي بريك دانس. المهم هذا العام داز مزيان، المشكل اللي كاين هو ان الفوطه لعب بزاف، كنتمنى ان شاء الله نحصل على مرتبه زوينه باش ان شاء الله نشوف اقليم طاطا. جيت من مدينه تارودانت، كانت الجمعيه ابطال تارودانت، وجيت لهنايا باش نشارك في الباطل تاع المسيره الخضراء اللي منظم هنايا في بوجدور. الحقيقه كل شيء مزيان وبخير، اجواء كلها كما كتشوفوا راها عافيه. في مدينه طنجة ممثل فريق بلاك وورد ايكرو، كانت ثاني مشاركة ديالنا، حنا بدينا معهم من العيون، كنت كنمثل كاتيجوري سولو، ولكن هذا العام هذا جينا كرو. كيف ما كتشوف جينا من طنجة حبا في هذا البطل هذا، لحقاش تبارك الله كل عام وكيدوز المستوى احسن، بحال بوجدور تبارك الله عجبتنا بزاف من ناحية ديال الناس، من ناحية الامبيونس، الباترية السونوريزاسيون كانت مستوى، القاعة تبارك الله كانت جديدة، كل شيء موفر لينا، لا من الأكل لا من الشرب، وفي أغلبية اللي عجبنا بزاف هو الجو والناس ديالها. من مدينة وجدة جيت هنا البطولة الوطنية لكأس المسيرة الخضراء، هذه المرة الثالثة وحنا كنجيو نشاركوا في هذه البطولة، كنتريني واخا كنتكرفصوا في الطريق طويلة، المهم أننا نوصلوا لهذ مدينة الصحراء باش نعليو ونبينوا النيفو ديالنا هنايا. الحمد لله تلقينا جمهور كان يتناسق معنا، كل شيء تعاونوا معنا المسؤولين والأجواء مزيانة. جيت من مدينة تازة، جيت نشارك في المسيره الخضراء اللي كتنظم دائما تنظم في مدينه العيون، تنظم في بوجدور، اللي ناس صراحه الله عاونونا بزاف د الحوايج، عاونونا من كل شيء، يعني حتى الماكله كيقولوا لنا مرحبا بكم، ناس بوجدور زعما القلب الكبير. المع واقوى الاسماء في رياضه البريك دانس كانت حاضره وبقوه، وتبارت على اربعه اصناف، النيو ستايل فردي والبوبين فردي والباتل البريك دانس فردي والجماعي. المنافسة كانت على أشدها بين المتبارين نظرا للمستوى الفني المتميز الذي ظهر به المشاركون، خصوصا المغاربة الذين بسطوا سيطرتهم على المراكز الأولى. وأفرزت النتائج عن فوز مسحي أيوب من الجيش الملكي بالرتبة الأولى في صنف البوبين فردي، متبوعا ببنزيق زكريا من جمعية هواي بالدار البيضاء، ومن نفس المدينة أيضا حل ممثل جمعية الأندلس أحمد صبري في الرتبة الثالثة. بالنسبة لصنف البريك دانس فردي، فقد تمكن محمد مربوح من جمعية وفاء فاس من انتزاع الفوز بصعوبة من ممثل مدينة بوجدور عبد العاني جلني الذي حل ثانيا، ثم عبد الصمد نجار ممثل جمعية أندلس الدار البيضاء الذي فاز بالرتبة الثالثة. في صنف النيو ستايل فردي، فقد كانت المنافسة على أشدها بين كولين من ممثل مدينة فاس رشيد الزهير، وسفيان أبو هليم ممثل جمعية سيطانجيم من مدينة خريبكة، بعد تعادلهما لثلاث مرات يحسم في الأخير سفيان أبو هليم النتيجة لصالحه ويفوز بالمرتبة الأولى، في محل أمين قباب ممثل الجيش الملكي بالرتبة الثالثة.
أما في صنف البريك دانس الجماعي فقد كان التنافس في هذا الصنف والآخر كبيرا وصعبا في بعض الأحيان، مما صعب علينا التكهن باسم الفائز، إلا أن مجموعة الهيبة كينغزو من جمعية أشبال البرونزي تمكنوا من الفوز بالرتبة الأولى، ونفس المجموعة شبان من جمعية لاس فيغاس من الدار البيضاء حلت في الرتبة الثانية، فيما حلت مجموعة ميساج كرو من الجيش الملكي في الرتبة الثالثة. مسابقة زوينة بزاف، وتجمعات جزائر وتونس وليبيا وموريطانيا، كان داكشي شوية زوين، تعرفنا على ناس جداد وداكشي، كما كتشوفوا النيفو كان عالي بزاف، والدراري تما كانوا مزيانين، وكنتمنى الدراري الآخرين اللي ما فازوش داكشي مرة أخرى إن شاء الله يفوزوا. الحمد لله كلشي بخير، يعني التنظيم بخير، كلشي مزيان الحمد لله. الدراري تلاقينا مع الناس من تونس من الجزائر سان في بليزير باسكو هما خوتنا، اي اون بليس دو سا سي لا بروميير فوا اللي غادي نربح شي حاجه في الصحراء، يعني فهمتي مغربيه ديال بصح، والحمد لله وربي دار الخير، واخا كان شويه ديال العيا وهذا مي الحمد لله. فرحان بزاف بهاد المجيه ديالي لهاد البوشدور، تلاقاو هنا الدراري مزيانين خوتنا الناس الصحراء واصحابنا، والمهم فرحانين بان ديت هاد البطوله ديال بريك دانس في الصولو، والمهم وشكرا للقناه العيون. المشاركه ديالي في الدوره حصل لي الشرف من جهه مدينه بوجدور اللي كتنظم اول مره كتنظم التظاهره هذه ديال كاس المسيره للبريك دانس، هنا جينا شاركنا وزعما حنا فرحانين بهاد المشاركه في هاد المدينه هذه، والحمد لله جا الفوز، يعني متبارك والخدمه ومع لي كلوب وداكشي لونطريمون وداكشي الحمد لله. وفي نهاية هذا الحفل الرياضي البهيج تم توزيع الجوائز والميداليات على المتفوقين، وتم تكريم مجموعة من الأسماء والفعاليات بالمنطقة عرفا لها بالمجهودات التي بذلتها لإنجاح هذه التظاهرة، وقد كان لقناة العيون الجهوية نصيب من هذه الجوائز. وهنا السيد عامل إقليم بوجدور يسلم الكأس لفريق الجيش الملكي الذي فاز بأكبر عدد من الميداليات. حفل توزيع الجوائز الذي حضره المبعوث الشخصي لوزيرة الشباب والرياضة الموريتانية السيد أحمد زيدان، الذي بالمناسبة أعرب عن إعجابه بالتظاهرة وعن شراكة وتعاون سوف يجمع بين وزارة الشباب والرياضة الموريتانية والجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثرية والرشاقة البدنية. بالنسبة لنا تعتبر هذه التظاهرة لها ميزة خاصة وأهمية خاصة، لأنها أنتجنا من خلالها شراكة بيننا والمملكة المغربية، خاصة بين الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية. هذا التعاون سيجعلنا نتبادل الخبرات، نتبادل التأطيرة، نتبادل التدريب، نتبادل كل الخبرات، وكذلك التجربة التي قامتها هذه الجامعة المملكة المغربية خاصة بالنسبة لي الرياضة النسوية والأيروبيك وفي تنين سلسلة الرشاق البدني، لأننا في موريتانيا بإرادة السياسية العليا للدولة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وكذلك وزارة الشباب والرياضة والحكومة الموريتانية عازمون على إشاعة ممارسة الرياضة في الوسط النسائي، وعازمون كذلك على اتخاذ الرياضة سبيلا لمنع الانحراف ومنع الضياع خاصة في وسط الشباب، وبالتالي وضعنا استراتيجية هامة في هذا الموضوع، مما حدا بنا المشاركة في هذه التظاهرة والاقتباس من التجربة الملكية المغربية في هذا الموضوع وملائمة الاستراتيجية التي وضعتها هذه الجامعة مع الاستراتيجيات الموجودة لدينا للاستفادة منها خاصة في مجال الرياضة النسائية ورياضة تهوية القلب أيروبيك. تعاون وشراكة من شأنهما أن يزيدا من انتشار هذه الرياضة وتأطيرها وتقنينها على الصعيدين العربي والإفريقي،
خصوصا أنها تجمع ما بين ما هو رياضي تربوي ثقافي واجتماعي في ظل زرع الأمل في قلوب شباب في وضعية اجتماعية وسوسيو-اقتصادية صعبة. ويعتبر المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يملك جامعة تؤطر هذا النوع الرياضي على غرار الدول الأوروبية والأمريكية. إذن بشهادة الجميع الدورة كانت ناجحة لكافة المقاييس، ويعود الفضل فيها كذلك للمسؤولين بمدينة بوجدور الذين وفروا كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد. كذلك لا أنسى كل المسؤولين عن الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية على رأسهم السيدة سلمى بنان التي نستمع الآن لتصريح عدلته للزميلة فاطمة الزهراء الفحصي وكذلك المحجوب كازيزة بخصوص التقييم العام لهذه التظاهرة الدورة الرابعة لكأس المسيرة الخضراء للبريك دانس. كأس المسيرة الخضراء للبريك دانس في الحلة ديالو الرابعة، أنا كنظن بأنه كان ناجح بجميع المقاييس من جميع النواحي، تزاد في العدد ديال المشاركين ديالو حيث أنا وصلت تقريبا ل 300 لاعب من 52 مدينة من المغرب، بحيث حتى أن المدن الصغيرة حتى هي شاركت، وهذا فرحني بزاف. وهذه الدورة هذه هي دورة خاصة لأن لأول مرة مغاربية، واللي كيفرح أكثر هي الدول المغاربية كلها شركات الجزائر تونس ليبيا وموريتانيا. والهدف من هذه الدورة اللي هي مغاربية هي أننا نجمع الشمل ديال الشباب المغاربي، لأن ما ننسوش لأن المغرب هو الدولة الوحيدة اللي عندها يعني مؤسسة يعني وطنية ومعترف بها واللي كتنظم هذه رياضة البريك دانس. فاحنا بغينا ان ما بغيناش نبقاو انانيين، وبغينا حتى الدول المغاربيه تكون يعني مؤسسه ديالها وتبدا تشارك، ونبداو نديروا بطوله مغاربيه، ومن خلال هذه البطوله المغاربيه واللقب اللي غادي يكون فيها يمكننا نبداو نتواجهوا مع اوروبا ومع امريكا. الهدف من التظاهره هي ثلاثه الاهداف. الهدف الاول هو اننا نمكنوا الشباب الصحراوي انه يمارس هذه الهواية ديالو على الأقل مرة في العام، لأن البعد الجغرافي والإمكانيات المادية اللي كتخصو باش أي أنه يطلع حتى الشمال ديال المغرب صعيبة بزاف. وثانيا هو أننا نديروا واحد التواصل ما بين الشباب الشمال والجنوب، لأن الصحراء المغربية والمغاربة كلهم صحراويين، فكاين اللي صحراوي بالهوية ديالو، كنهضر على الهوية الثقافية ماشي الهوية العرقية، وكاين اللي صحراوي بالقلب ديالو بالقناعة ديالو. فبغينا الشباب اللي هو في الشمال يجي للجنوب، وكندورو حنا على المدن الصحراوية وكيتعرف على هاد الثقافة وعلى هاد الهوية هذه المغربية واللي هي رائعة واللي